عندنا إحصائية الوقت المستغرق في النوم حسب الفئات العمرية أو الوقت المهدور في النوم. نبدأ من عمر من الولادة إلى عمر شهرين، من 12 إلى 20 ساعة تقريبا، إلين نصل في النهاية إلى عمر أكبر من 18 ما بين 7 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم. يعتبر هذا الوقت وقت هدر أو وقت ضايع في اليوم من ناحية النوم. فكل ما كبر العمر كل ما قل الوقت المهدور لدينا. يعطيكم العافية. يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله.